الجهاز الفني النادي الزمالك بقياده زوالدو فريرا استقر على استمرار محمد صبحي في حراسه مرمى الفريق امام الترجي التونسي بعد تالقه في مباراه بيراميدز قصه محمد صبحي ومحمد عواد لو فريرا اكيد لاعب محمد صبحي وهو الاغلب انه هيلاعب محمد صبحي في مباراه الترجي انا معاه الجهاز الفني يعني انا معاهم تمام ده الصح اللي ماشي بشكل كويس خليه يكمل بس في نفس الوقت <applause> اللي يغلط مش يقعد على طول يعني انا شايف ان عواد غلط قعد على طول لا ليه عشان انت هتشكك في محمد صبحي في نفسه وهو بيلعب انه هيبقى الان طول الوقت انه يغلط عشان هيقعد في حراسه المرمى الحارس لازم يبقى مطمن بس مش الاطمئنان اللي, اللي, هو ايه انا كده كده هفضل العب طول الوقت صح او غلط لا اما مطمن اديله الثقه يغلط مره ويغلط اتنين هتفضل مكمل لحد ما يبقوا ثلاثه واربعه وخمسه لا اقعد بقى ريح وحد تاني يلعب مش اول غلطه هتقعد ده رايي بس محمد صبحي حارس كبير ومحمد عواد حارس كبير بصراحه فالموضوع الاختيارات فيها اكيد صعوبه بالنسبه لجهاز الزمالك <applause> الزمالك كمان بيبدا التخطيط من الان لصفقات اللاعبين الاجانب من اجل التعاقد مع اسماء قويه في فتره الانتقالات الصيفيه ابرز واحد ابرز واحد في اللاعبين الحاليين الاقرب للبقاء هو حمزه المسلوس الباقيين يعني معظمهم او غالبيتهم يعني مش موجودين يعني سامسون غالبا مش هيكمل نضاي ما شفناهوش لسه فالموضوع بالنسبه للاعبين المحترفين للزمالك معظمهم مش هيكمل